من جديد نرحب بكم هنا في إربد عروس الشمال، مدينة الأقحوان وأيضاً سنابل القمح التي تتلألأ في موسم الحصاد في إربد الجميلة. في هذا الأثر الرائع تأتينا الجميلة معالي وزيرة الثقافة الأردنية السيدة هيفاء النجار. أهلا بحضرتك منورانا. شكرا جزيلا. شكرا، أهلا فيكم. هلا في برنامجنا العربي بيت للكل، وهو توحيد الخطاب الإعلام العربي. حقيقة نبارك بالبداية للشعب الأردني شعبا وقيادة باختيار إربد عاصمة للثقافة العربية، وهذا الدور الفعال لما تحتوي إربد من طاقات بشرية وإمكانات مهمة، وخرجت الأسماء الكبيرة التي سجلها ووثقها التاريخ. لكن نتحدث اليوم، جنابك ممكن تتحدثين عن خفايا مدينة إربد، لماذا اختيرت في عام 2022 كعاصمة للثقافة العربية؟ أول خفايا هذا المكان اللي احنا فيه، وجودكم بيت الكل. إربد بيت للكل، بيت لجميع المواطنين، جميع أبناء الأمة العربية بكافة تجليات هذه الأمة العربية. إربد بيت التنوع الأردني، إربد بيت فكر أردني، بيت الروح الأردنية. نحن نستقبل الناس بفرح وببسمة وبعقلية نقدية. لما نتحدث عن إربد نتحدث عن فكر، عن فكر بالمعنى العقلانية، بمعنى النقد العقلي، بمعنى نقد التراث، بمعنى التراث. عندما نتحدث عن فكر نتحدث أيضا عن ثقافة عامة، نتحدث عن شعر، نتحدث عن موسيقى، نتحدث عن مسرح، نتحدث عن رؤية شمولية تكاملية، نتحدث عن تعليم، نتحدث عن شباب وحركة شبابية ريادية، نتحدث أيضا عن شراكة. الأردن دائما كان في قلب العالم العربي، والعالم العربي بقلب الإنسانية الجمعاء. فهذه المدينة تمثل الإنسانية الجمعاء بانطلاقها من جذور، من مشروع أردني وطني، الأردن بجماليته، الأقحوان، سنابل القمح، العلاقات الإنسانية الطيبة، والأردن من خلال إربد علاقته في المنطقة، في العالم العربي، علاقته في قوميته، علاقته بلغته العربية، علاقته أيضا بقيمنا، في مشروع قيمي تنطلق منه مدينة إربد. نعم معالي الوزيرة، العمل الثقافي دائما متكامل، يعني أيضا صفوف الحياة المختلفة. فكرة مميزات وأهداف عاصمة الثقافة. التكامل، هذا أنا بحب كلمة التكاملية. التكاملية تعني رؤية، تعني رسالة، تعني مشروع، وتعني سياسة، ثقافة، اقتصاد، وتنمية مجتمعية. تأتي كل هذا، التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية والمشروع التنموي الشمولي لمدينة إربد، للأردن، للعالم العربي. نحن نتحدث عن عاصمة للثقافة العربية بمعنى العاصمة العربية، وعندما نتحدث عن العالم العربي نتحدث عن مشروع تنموي. الإنسان في قلبه المواطنة، إنسان المواطن، المواطن الذي يعطي، يعي حقوقه وواجباته، وحتى الإنسان يكون واعي لنفسه كإنسان، كمواطن يحتاج لمنصة تطلق له أفكاره، تطلق له إبداعاته. فإحنا من هنا ننطلق من أجل أن يكون المشروع الثقافي مشروع يعكس على المجتمع المدني، يعكس على المجتمع المحلي، يعكس على مفهوم الشراكة والتكاملية، اقتصاد، تنمية، تعليم، تعلم مستمر. التعلم المستمر قضية أساسية من أجل مشروعنا، من أجل أن نتطور ونبقى على الخارطة العالمية. نثق بقدراتنا في موروث قدمنا للعالم، قدمنا للإنسانية فكراً وثقافةً وحضارةً وفلسفة، وقدمنا الكثير. وعندنا مشروع تراثي، ولكن أيضاً عندنا مشروع إبداع وابتكار، وعندنا مشروع صناعة ثقافية. فبالتالي نحن ننطلق من إربد عاصمة للثقافية من أجل مشروع تنمية شمولية تكاملية، ينطلق من إربد من الشمال الأردني ليطلق طاقاته بالشراكة مع الجنوب. العقبة موجودة أيضاً معنا، بغداد موجودة، القاهرة موجودة، دمشق موجودة، فلسطين. اليوم نحن احتفلنا بعيد الاستقلال، في الاستقلال الأول في المئوية الثانية من عمر المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا الاستقلال
انطلق من المؤسسية الأردنية، من القيم الوطنية الأردنية، من الفهم الأردني لمشروع العدالة الإنساني والعدالة، عدالة القضية الفلسطينية، الموقف ثابت للدولة للمملكة الأردنية الهاشمية ولمشروعنا العربي الشمولي التكاملي. من هنا إن شاء الله أي حدا يزور إربد يشاهد ويعيش هذا المشروع التكاملي الإنساني، يشعر أنه في كل عواصم البلدان العربية، في كل بلدان، في كل المدن العربية، يشعر أنه في قلب مشروعنا الإنساني، ويشعر أنه في قلب حالة من الفرح والتجديد. لدينا من منطلقات عربية معاليك، لدينا أولويات فكرية الآن في ظل العولمة السائدة في العالم والتي تؤثر على الدول العربية بشكل عام، على الثقافة العربية بشكل عام، وبالتالي أيضا لدينا في الأردن أولويات فكرية من الناحية الثقافية. ما هي أولوياتنا من الأردن الآن فكريا حضاريا وثقافيا معاليك؟ الأردن كان دائما في قلب العالم العربي. الأردن ينطلق من مبادئ أساسية واضحة، مفاهيم التنوع، التعدد، العقلية النقدية، الانفتاح على الآخر، الأمل. هذا هاي قيم أردنية موجودة، الأمل. إحنا نعيش تحدي كبير اقتصادي وسياسي، والعالم يعيش حالة كما قلتي من البعد عن المشروع الهوية الخاص فينا. لا، الأردن بمصر قصة الصمود الأردني اليوم تقدم للعالم، لأنه الأردن تمسك صحيح بقدرته على الاحتفاء بالتنوع. اليوم بهذه المدينة عندنا مهرجان شعبي، يعني المهرجان الشعبي فيه المحليات إربد، يعني فيه المشروع الحضارة العربية الإسلامية، فيها دور المسيحية العربية، فيها الشركس والشيشان والأكراد، فيها يجتمع العالم. ونحن بإصرار نحتفي بهذه القيم الممتدة في أرض هذه المدينة، متجذرة في جذورنا. نعي ذاتنا، نعي هويتنا، نثق بلغتنا العربية. قدمنا للعالم فكر وحضارة وفلسفة وحوار، وقدمنا للعالم مشروع. ونعي أيضا أننا حتى نستمر في أن نكون مساهمين في الحضارة الإنسانية اليوم، ننطلق من هذه الهوية التي نعتز بها، ولكن لا نبتعد عن الإنسانية، لا نقف موقف دفاعي أو هجومي، نحن في موقف استباقي. ومن هنا إربد عاصمة للثقافة العربية، أيضا عاصمة للإبداع والابتكار، للتكنولوجيا. نريد مشاريع شبابية مبدعة، نطلق منصات فكرية إلكترونية. أكيد. نعم وزيرة الثقافة، مستمتعين معك في الحوار، لكن دعينا نشاهد هذا التقرير. لماذا إربد عاصمة للثقافة العربية؟ ابقوا معنا. لطالما كانت إربد تمثل حالة ثقافية منقطعة النظير، ذلك لأنها منارة يستدل من خلالها المثقفون إلى إبداعهم، وملهمة لهم أيضاً، فمن تلالها ووهادها استمد الشعراء قصائدهم، واستل الأدباء قطعهم الإبداعية، ذلك لأنها شعاع الحب وسوسنة الشمال وعروس التاريخ التي تتلو الماضي العذب على مسامع الحاضر. في إربد لا يخلو شارع أو حي أو زقاق من حالة ثقافية أو مشهد إبداعي يروي تفاصيل المدينة وحكايات أهلها، فتلك دورها ومسارحها ومتاحفها خير دليل على المدينة المثقفة التي سطعت في سماء العالم العربي مدينة للثقافة العربية لعام 2022. هي إربد الحب الأزلي الذي يشكل أعجوبة ثقافية واجتماعية تروى من عيون العاشقين حباً. هي إربد سيدة الوقت فرحاً وسيدة التاريخ إرثاً،
ولها من وصفها آلاف الأسماء. صرحت كده وإحنا في بيت للكل إنه يكون في ورقة عمل تجمع بين دولنا العربية بالثقافات من خلال وزيرات الثقافة أو وزراء الثقافة بشكل عام، لأنه وحسيت إن أنا لو مواطن عربي حاجي أزور إربد مثلاً وبعدين أروح في زيارة تانية خالص أروح البحر الميت وبعدين أروح البتراء، يعني أنا هستمتع وبعدين أرجع على القاهرة أزور أيضاً، القاهرة كانت العاصمة الثقافية هذا العام، وبعدين أروح العراق، وبعدين لو كانت الظروف أزور فلسطين. فأنا هنا عربي يعني مستمتع جداً ومش محتاج أشوف يعني أجمل من هذا. هل هذه ورقة التعامل العربية ممكن تحصل ما بينكم؟ بالتأكيد. أنا كنت قبل فترة في مؤتمر لوزراء الثقافة العرب وسلمت فيه معالي وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إناس الراية للإمارات العربية المتحدة، والإمارات العربية المتحدة ممثلة بمعالي نورة الكعبي قدمت الراية للمملكة العربية السعودية. وبالتالي نحن نعيش هذه الحالة ونعيش حالة من العيش المشترك بين شعوب الأمة العربية والثقافة العربية، يعني بوحدة متكاملة بغض النظر عن المواقف السياسية التي قد تبدو مختلفة، وهذا حق لكل الدول العربية، ولكن موقف الثقافة العربية واضح. موقف الوزراء العرب ينطلق من إيماننا بمشروعنا المشترك، ننطلق من اللغة العربية، نحن نحتفي بالخط العربي وسجلناه كوزراء ثقافة عرب بتعاون عربي بين كل وزراء الثقافة العرب، في البعض ممثل هنا، ولكن الجميع توافق على أن تكون كل المدن العربية نموذج لهذا الشعور، لهذا الجمع المشترك، لإيماننا بالخط العربي، إيماننا بلغتنا العربية، إيماننا بالشعر العربي، قضايانا العادلة. القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، اليوم الأردن أعطى ميدالية من خلال العاصمة عمان، تم تكريم الصحفية الشهيدة شيرين أبو عقلة، يعني استشهدت اليوم. نعنو من إربد، من إربد سنستلم راية بيت لحم، أكيد. سيكون معنا وزير الثقافة الفلسطيني ليسلم من مدينة بيت لحم الراية لمدينة إربد، وأي مشروع ينطلق من إربد أو من العقبة أو من معان أو من المفرق، من أي مدينة من المدن، من رويشد، بأي منطقة بيطلق يعني ينطلق من الشعور الأردني بالاعتزاز بهذا الامتداد العمودي بتاريخ وجود. احنا اليوم نحتفي بالجيش العربي، احنا مش الجيش الأردني، الجيش العربي. صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله في كلمة الاستقلال وجه خطاب على كل ما يتصل بالمشروع الوطني الأردني الذي يتعلق بالأردن، ولكن أيضا في رؤية الأردن لهذا الموقف القومي العربي. نحن نجسر بالدوام وعلى الدوام، مخلصين لقيمنا، مخلصين لعلاقاتنا مع كل الدول العربية، مخلصين لعلاقتنا مع العالم، ولكن كما قلنا ننطلق من ريحة الزيتون اللي هناك. نحن نعشق زيتون إربد عجلون كما نعشق زيتون فلسطين، كما نعشق تونس والجزائر وبغداد ودمشق. عشقنا لعمان هو اللي بيخلينا نكون موجودين اليوم بإربد، عشقنا لإربد يجدد فينا الأمل من أجل العقبة ومن أجل كل المدن الأردنية وكل مدن العالم والمدن الفلسطينية. علينا اليوم، أنا بعتقد بهاي المرحلة التاريخية، وأنتم في بيت للكل، هذا بيت للكل. بيت للكل يعني أننا جميعا نعي أهمية مشروعنا الإنساني، تقديمنا للإنسانية، ولكن بعزة لما قدمت نقدم العالم العربي بكل تجلياته للإنسانية جمعاء، انفتاح، تعددية، تنوع، نقدية، فكر، فلسفة، موسيقى. اليوم إذا ما استمتعنا بالموسيقى ورجعنا قدمنا مشروع موسيقى عربي
مشروع فكري عربي. نتمنى مسرح عربي وموسيقي عربي، حيكون شيء رائع، وعندنا الأماكن أجمل من كده ما فيش. إذن معالي الوزيرة، استسمحك دقائق قصيرة نروح إلى تقرير ومباركة خاصة من فلسطين إلى أردن النشامة. إذن نتابع وبعدها نكون متواصلين. جرت العادة أن يتم اختيار العواصم العربية تباعاً وفق سياق وترتيب معين، عاصمة للثقافة العربية، فأن تكون إربد عاصمة للثقافة العربية يأتي في هذا الإطار توالياً للراية التي تسلم من دولة إلى أخرى. إربد تشكل قنطرة ثقافية، وبحكم التقارب الجغرافي مع فلسطين، ومثل ما قلت لا يفصل بينهما سوى نهر المعنى الذي يوحدهما بما يليق بالتاريخ والجغرافيا. فإربد عندما تطلق مقولتها الثقافية عبر ندوات ومهرجانات شعرية، تواصل للفعل الثقافي مع المحيط ومع الدول العربية والعالم، يجعل إربد في محط الاهتمام وفي حمأة الاشتباك المعرفي الذي نحتاجه، بما يؤصل مدارك الأجيال ويحدث الرهان الذي حقيقة نحث الخطى إليه في المشهد الثقافي العربي بإلى الثقافة الاهتمام الواجب والوازن. أولا، الثقافة الفلسطينية هي خيط الذهب في عباءة الأمة، بمعنى أنها لا يمكن افتكاك الثقافة الفلسطينية عن عمقها العربي صعودا نحو عمقها الكوني، تأكيدا على فكرة فلسطين الجليلة والشريفة وحوزة المعنى الفلسطيني العارم والعالي بما يليق بالتضحيات الكبرى. وبالتالي لا يمكن لنا حتى نعرف الثقافة الفلسطينية إلا أن نذهب في هذا الفضاء الذي يحتضنها عربيا، وتثبيت حضور الثقافة الفلسطينية على خارطة الإبداع الكوني. أنتم في هذه الجغرافيا التي تطل على هذه الفلسطين باتساع معناها وملكوت مجازها، إنما بحضور فلسطين في هذه التظاهرة تفكون الحصار عن المثقف الفلسطيني الذي يحال بينه وبين امتداده وتفاعله مع العمق العربي والعمق الإنساني. هذا يعيد انتشار مرة أخرى للثقافة الفلسطينية، وأقول الرهان على الثقافة هو رهان على حصان رابح في الوعي وفي التاريخ والذاكرة وفي الحاضر والمستقبل، لأن الثقافة وهي التي تؤصل لمدارك الأجيال، هي التي تبقى بعد سقوط كل شيء، وهي أيضا الاستراتيجية في مواجهة التكتيك، وهي تحرس الحلم من الخلخلة. لذلك الثقافة هي سورنا المنيع الذي منها وفيها وعبرها نستطيع أن نحافظ على الأمن الثقافي العربي لحماية الوجدان الجماعي. حقيقة الامتداد الثقافي الواحد لكل البلدان، إن كانت إربد عاصمة للثقافة، وهذا الشيء المهم بالنسبة لنا كعرب. حقيقة تمتد الثقافة أيضاً من العراق، من بلد السياب ونازك الملائكة والجواهري والأسماء التي كتبت وترزت وخلدت اسم التاريخ من خلال ما وثقت بقصائد مهمة وروايات وأحاديث. هذا الامتداد معالي الوزيرة، تحدثت بكلام قبل التقرير حقيقة ذو شجون، يلامس الشغاف قلوبنا حول الوحدة العربية، وهذا التنوع اللي متواجد في إربد ممكن باختلاف الأطياف والأشكال والألوان، وتحرك أيضا حتى جلالة الملك على الصعيد العربي السياسي مع العراق ومصر وفلسطين، وهذا الحراك. اليوم نتساءل، إربد عاصمة للثقافة العربية، نحتاج إلى خطط مستقبلية كبيرة بحجم إربد، بحجم الثقافة العربية، بحجم الأسماء التي خلدت وقدمت للتاريخ العربي. ما هي الخطط المستقبلية من أجل الثقافة العربية، وكي وحتى لا نحتفي بيوم واحد لإربد، حتى تكون على مدى الأعوام القادمة؟ أنا هذا الكلام هو له شجون عندي. يعني لا نحتفي بإربد عاصمة للثقافة العربية بس في العام. احتفائنا بإربد عاصمة للثقافة العربية هو احتفاء بعرار
مصطفى وهب التل الذي تم اختياره. هذا الشاعر العظيم هو ليس فقط بشاعر عظيم، هو مفكر، هو سياسي، هو فيلسوف، هو ناقد، هو مواطن، يعني نحتفي بنموذج شاعرها الثائر المهم طبعا، ونحتفي بالسياب كما قلت، نحتفي بنازك الملائكة. اليوم هل نحتفي فقط بعرار أم نعمل من أجل مشاريع تنتج المئات من عرار، المئات من السياب، المئات من زيود حبيب زيودي طبعاً، المئات من حيدر محمود؟ اليوم لا نكتفي فقط، هو التجديد المطلوب. ننطلق كما قلت من الموجود، الإنجاز، نبني على الإنجاز، ولكن نحلق في المستقبل خلال ثقافة الأمل، قيم الأمل. هذه ثقافة الأمل، هو تفكير، قدرتك على أن تجدد في أنماطك الفكرية الموجودة من أجل الاستمرارية، لا تبقي نفسك على ما أنت عليه، تتعلم نعم، تستدعي أنماط فكرية جديدة، لكن هذه الأنماط الفكرية مبنية على قاعدة، مبنية تنطلق من منصة نتوافق عليها كلنا في العالم العربي. فبالتالي عملية التجديد والتحديث تتطلب برامج على المستوى كما قلت الفكري، بمناهج بالتربية والتعليم، الإبداع والريادة، مناهج في وزارات الشباب، على مستوى التكنولوجيا. فإذا نحتاج لمنصات إبداعية تكنولوجية نتواصل فيها مع العالم، هذا يحتاج بالتأكيد لجهد وبرامج عمل. وأنا أعتقد مش فقط برامج عمل، برامج عمل يحتاج لرؤية استراتيجية. فنحن نتحدث اليوم عن الصناعات الثقافية، كيف نجدد. نعم شبابنا قادرين على الإبداع، لدينا تراث، ولكن كيف نقدم التراث ونقدمه للعالم بشكل تنافسي من أجل استمرارية أن يكون هذا التراث مدخل مدخل اقتصادي للبلد. لا نريد فقط أن ننتج هذه القطعة وتباع اليوم، نريد لها أن تنافس العالم. فهو رفع التنافسية للعالم العربي. التنافسية تأتي من خلال كما قلت نظام تربوي ناقد، تنتج النظام المناهج التربوية، تنتج المواطن الصالح الذي يمتلك عقلية نقدية، يمتلك رؤية إيجابية، يجدد، يتعلم بشكل مستدام، لا يتعلم من أجل المنهاج، يتعلم من أجل التعلم المستمر، من أجل قدرته على الإبداع والابتكار والتجديد والتحديث، لا يخاف من الجديد، لا يعيش حالة من الخوف، لا يستدعي الخوف عندما تطرح له قضية، يستدعي الإنتاجية، يستدعي التأني، يستدعي التأمل، يستدعي الموسيقى، يستدعي، لا يخاف من الموسيقى، يعتقد أن الموسيقى جزء من مشروعه التجديدي، لا يخاف من صوت الطائر، هو يجلس على نافذته وإن كان عنده بيت صغير، لا يملك إمكانيات اقتصادية كبيرة، ولكنه يمتلك النافذة، الله يستطيع أن يطل من خلالها على صوت العصافير، يمتلك الخيال، يعني يمتلك الخيال. يا ستي هنا القضية التي مهم لمشروعنا العربي وببرامج عمل. لما نتحدث عن صناعات ثقافية نتحدث عن تخيل، تبصر، نحن نمتلك كلنا، لدينا اليوم الجالسين هنا لدينا عندنا قدرة بصرية، ولكن المطلوب ببرامج التبصر، البصيرة، قدرتنا الرؤيوية على أن نجدد. وهذا لا يأتي إلا من خلال كما قلنا أن نسمح للناس أن تتخيل، أن تبدع، لا نخاف من التخيل، أن لا نخاف من الجديد، أن لا نخاف من قدرتنا على التجديد، أن لا نجلس بحالة هيك ابتعاد وكأنه الآخرين قادرين أن يقدموا أكثر منا. لا، نحن نستطيع أن نجدد ونقدم للعالم والإنسانية. الناس ماشية، بدنا نمشي، وبدنا نمشي العالم بعزة وكرامة أكيد ومحبة. إحنا العالم العربي ما لا لا نخاف، نحب ونعطي، وعندنا الكرم، وكرمنا مش مرتبط فقط بنوع الطعام، ولكن حتى لما نقدم طعامنا نقدمه بروحنا. يعني زي ما بنحكي بإربد، اللقمة بعطيها لجاري، اللقمة بأخذها من ابني مشان ابن جاري، هكذا جزء من شجاعة العرب حقيقة. طبعا عندنا شجاعة، هذا مهمة، قيم الشجاعة، وكيف منترجمها بالمنهاج، منترجمها مع الشباب ببرامج عمل، ونقيم بأجندات زمنية واضحة، أن نتوافق على أجندة زمنية، وأن نساءل، المساءلة جزء من البرنامج وآلية تنفيذه.
أنا اليوم وزيرة أتحدث معكم، بكم تسألوني. المواطن الأردني له الحق أن يسائل وزير الثقافة ماذا قدم خلال الفترة اللي متحدث اليوم عن إنبذ وإنتاج مستدام. طب ما هو هذا الإنتاج المستدام؟ نحاسب أنفسنا، نسائل ونتعاون نتشارك، هذا جزء من برامجنا. أن نتعلم كيف نعمل معا. معالي الوزيرة اسمحي لي، بما أنك تحدثتي عن الشباب ويعني ركزتي على موضوع الشباب، صناعة ثقافية وأيضا قدرات إبداعية وكل ما نتحدث به، كيف نستطيع أن ننمي الشباب اليوم والسوشيال ميديا ومهارات الشباب أيضا؟ بدنا نجسر مع الشباب. الشباب طبعا ثقة، بناء الثقة. شبابنا أذكياء، شباب العالم العربي، شباب العالم العربي اليوم منفتحين على العالم، لا يريدون كلام، يريدون عمل، يريدون عندما نتحدث طاقة شبابية. فإذا علينا أن نقدم لهم برامج تستدعي طاقاتهم، نؤمن هني عم بيسمعوا كلام، بدهم ترجمة، بدهم برامج عمل. من هاي البرامج العمل كما قلت أولا، اليوم في إحنا بالأردن نتحدث عن تجديد على مستوى المشاركة الحزبية والمشاركة الاقتصادية ومشاركة المرأة. اليوم إذا لم في مشروعنا العربي لم نضع المرأة في مواقع القرار، إذا لم تكن المرأة شريكة، إذا لم نتحدث عن تمكين المرأة، المرأة تمكن الشاب والشابة، المرأة في البيت، المرأة في الإعلام. نريد أن نعيد تجديد علاقة الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المدني. لا يمكن لنا أن يعني نجدد الثقة في قلوب الشباب ونجدد شجاعتهم ونحررهم من الخوف اللي يمكن هم أخذوه نتيجة الوضع السياسي، نتيجة الوضع في المنطقة، القضية الفلسطينية، وشاهدوا أن العالم ما عم بتعامل معنا بالعدالة المطلوبة، في مشاكل اقتصادية وفي التجديد. أن لا نحررهم من الخوف ونضعهم في مواقع اتخاذ القرار، نثق بقدرتهم على اتخاذ القرار، نثق بقدرتهم على أن يكونوا نقديين. ولا شبابنا بيحبوا أرضهم، بيحبوا ريحة الياسمين في بلادهم، بيحبوا الصبر اللي بتطلعوا مدنهم وقراهم. وشبابنا عندهم القدرة، المهم أن نسمح لهم، أن نضع، أن نعطيهم مساحات من الحرية من أجل الإبداع، مساحات من الثقة بالنفس. وكما قلت ضمن برامج، وهون تيجي نأكد على التشاركية والتكاملية. الثقافة لا تعيش بعزلة عن الشباب، ولا الشباب بعزلة عن التربية، ولا التربية بعزلة عن التكنولوجيا، ولا الأوقاف كلها دائرة واحدة. علي أنا كوزير الثقافة أن أعمل مع وزير الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية. طيب ما عليك الآن، يعني نحن في الأردن عندما نقول إربد عاصمة للثقافة فلا نغفل عن المحافظات الأخرى أبدا نهائيا، لكن يتم التركيز على إربد في كل يعني عام نركز على محافظة معينة. الآن ما هو القادم بالنسبة لما سيقدم لإربد ثقافيا، والاحتفاليات والنشاطات، كيف تنظر وزارة الثقافة للمشروع القادم الثقافي لإربد؟ إحنا مشروعنا الثقافي القادم لإربد هو مشروع ثقافي لكل المدن الأردنية، لكل المحافظات الأردنية. هي إربد فرصة وتجربة مستدامة. اليوم إربد عاصمة الشمال الأردني، وأيضا عندما نتحدث عن إربد عاصمة للثقافة العربية نحن لا نتحدث عن إربد بعزلة عن الرمسة أو المفرق أو الرويشد. نحن نتحدث أن إربد تنطلق منها الاحتفالات بهذا الشكل الجميل، احتفالات مهرجانات شعبية، كرنفال يمثل كما قلت التنوع، تنمية. كنا اليوم باجتماع مع بلدية إربد، لأن إحنا شركاء مع بلدية إربد، إحنا شركاء مع وزارة الأشغال العامة. فنحن نريد لهاي الطاقة البصرية، نريد للناس أن تستمتع بالشجر وبالنبات اليوم أي مشروع ثقافي لا يتفاعل مع الزراعة، لا يتفاعل مع الأغوار الشمالية. فبالتالي نحن لا نريد لإربد هذا المشروع الثقافي أن ينتهي هنا اليوم. نحتفي في المرأة المزارعة بالأغوار الشمالية،
كما نحتفي بما قلت شجر التين والزيتون والتين، ونجدد في الزراعة بالأردن، نجدد بكل موقع عندما نحتفي كما قلت بإربد. سيحضر إلى إربد مجموعة كبيرة من مثقفين من كل العالم العربي، نقيم حوارات فكرية، نقيم مهرجانات شعبية. وأنا أستأذنك يعني من كلام حضرتك في إقامة حوارات ومهرجانات، أنا شخصياً يمكن لأنه بنتجول كتير في عالمنا الإعلامي بشكل كبير، فبيبقى عندنا الفرصة التعرف على، صحيح كلنا عرب، بس أحياناً هناك عادات وتقاليد ونحن إذا كنا من العوام لا نعرفها، ولكن إذا عرفنا هذه العادات والتقاليد هيكون في احترام أكثر لعاداتنا وتقاليدنا ومحبة. يعني أحياناً تقولي يا يعني هذا الكلام مثلاً في عادات وتقاليد الأردن ده شيء جميل، أو في العراق أو فلسطين أو مصر أو في دول الخليج. فأعتقد أنه فرصة وحضرتك تتحدثين عن المهرجانات كيف يعني ننقل العوام من شعوبنا العربية إلى عاداتنا وتقاليدنا اللي هي فعلاً جميلة وبديعة. أنا أؤمن أن كل مواطن عربي هو مشروع بحد ذاته، وهو مشروع بالثقافة العربية، هو مشروع بكل ما بتعني كلمة مشروع من تجليات. جزء من هذا المشروع كما حضرتك تفضلتي كيف نأكل كيف نشرب، بالتأكيد في هناك خصوصية لإربد، من إربد العاصمة الثقافية سنطلقها، الكبة الرمساوية ستكون موجودة في الأكلات الشعبية، هناك خصوصية أنا كلها النهاردة الكبة أكل إربد. إحنا نفخر بالمنسف الأردني طبعاً، ولكن في خصوصية المنسف بإربد، في خصوصية المنسف بالكرك طبعاً. ونحن نحتفل أن أهل الكرك يعتقدون أن الجميد الكركي رقم واحد، ومن إربد نقول لهم نعم، ولكن أيضاً هناك جميد في له خصوصية بالشمال الأردني، هناك في أكل الرمسة سهل حوران في له خصوصية. أن نحتفي بهذا المحلية جميل، وهذا جزء من الصناعات الثقافية القطبة الأردنية. اليوم نتحدث عن التراث، نتحدث عن اللباس الأردني، في خصوصية كبيرة طبعاً للباس أهل حوران، للباس أهل إربد، اللباس الأردني نحتفظ به هذا ونطور عليه ونقدمه للعالم، وهذا لا يقلل من لباس المدرجة السلطية. أنا أعتز بالمدرجة السلطية وأرتديها، ولكن كما ترون اليوم ألبس لباس قد يبدو، لأن إحنا جزء من هذا العالم، ولكن التجديد على التراث بمحلية باحترام للمحلية في إربد خلال الطعام. اليوم رح تشوفوا قديش في أكل طيب ينطلق من هذه المنطقة، ولكن هذا لا ينفي أن هناك المحلية، ولكن هناك الحلقة الأكبر حلقة الوطن الأردن، ثم الحلقة الأكبر الوطن العربي. نعم، بكل تجلياته والعالم. معاليش، هذا الحديث حقيقة ممتع عندما نتحدث لكل مدينة في الأردن أو في مصر أو في فلسطين أو في العراق عندهم أكلات معينة. حقيقة أنا كعربي عراقي أفخر عندما أسمع ما كتب الأجداد، خاصة عندما يتفاخرون بأشياء معينة لبلداننا العربية، أشعر بفخر كبير حينما كتب إذا جفت وانتهت سهول حوران جاعت روما. حقيقة هذه المقولات أشعر بفخر كبير بأن العرب هم أصحاب ريادة في كثير من المواضيع حتى باقي البلدان معتمدين عليها. اليوم أتحدث أيضا عن جانب مهم، حضرتك تحدثت عن الموسيقى، أنا أتحدث عن الدراما والأعمال الفنية. هذه الأعمال المهمة كما عملت مصر في مسلسل الاختيار قدمت نموذج حقيقي لوعي الشعب المصري شعبا وقيادة، بتقديم طبق للأمة العربية باليقظة من ما يحيط بنا من عمليات تحاول إقصاء وإبعاد بلداننا العربية من الثقافة، من الوصول، من التآخي، من المحبة. اليوم كيف ممكن للأردن أين أن تنظر بمنظارها الخاص على الأعمال الدرامية الخاصة؟ رح نحكي عن الدراما الأردنية، بس أنت حكيت عن الموسيقى. اليوم في آلات موسيقية من أجمل ما يكون في إربد، الربابة مثلا. اليوم لاستمرارية هذا المشروع الموسيقي ولاستمرارية هذه الآلة، نريد شباب بيعزفوا الربابة، ونريد أيضا موسيقيين بيطوروا على الربابة. إذا بقيت الربابة موروث بتضل موروث من علقه 2-3 بيعزفوها. اليوم نريد
أن تدخل الربابة للفرق الموسيقية العربية، كيف تدخل الربابة للفرق الموسيقية العربية، كيف نسرد السردية الأردنية في الدراما الأردنية، وكيف نتفاعل مع القطاع الخاص. اليوم الأردن يمر بمرحلة اقتصادية صعبة، حتى نقدم الدراما الأردنية بشكل يجسد ويقدم السردية الأردنية، واللي هي مبنية كما قلت على قصة جميلة، قصة عز وفخار وكرامة، وكرامة فيها كل العالم العربي، كرامة المواطن والإنسان الأردني، فيها قصة الهاشميين، آل هاشم طبعا. المؤمنين بالمشروع القومي العربي، فيها قصة الصمود الأردني بهاي المرحلة الصعبة، فيها الملك عبد الله وولي عهده الميمون. نريد هذه القصة، فهذا نريد شراكة ما بين الكاتب، وتم تكريم من كاتب أردني إبراهيم سيف، وهو كاتب على مستوى أخذ وسام الاستقلال الأردني. هذا رسالة من القيادة السياسية الأردنية، على المستوى السياسي نحن نكرم أمثال الأستاذ الدكتور إبراهيم سيف، قدم أعمال درامية كبيرة، ففي شراكة بين الكتاب كاتبين نصوص، بين القطاع الخاص الذي ينتج، نريد ودعم على مستوى المكان. الأردن موقع أنا برأيي تصوير جميل للعالم، غير أنه موقع سياحي. نعم، يعني مع الوزير تحدثتي به، نتمنى أن يكون هناك تعاون مشترك ثقافي ما بين الدول العربية بشكل كامل. إن شاء الله هذا الأمل. إن شاء الله. إحنا بنتشكر وجود معاليك اليوم بهاي الحلقة المميزة جدا. شكرا. معنا في بيت للكل. أكيد طبعا كلام سندس، بس أنا عايزة أضيف حاجة لكلام أحمد، إنه جمال الاختيار أكيد، وزي ما معالي الوزيرة قالت إنه ممكن يكون في الاختيار أيضا للأردن وقصتها. احنا احتفلنا في العام الماضي بالمئوية ثم الاستقلال، فأكيد ده هيحصل. بس عايزة يعني بجد أشكر الأردن، لأني أنا كمواطنة مشاهدة مصرية استمتعت بمسلسل العائدون اللي تم تصويره في الأردن، فدي أعتقد برضو هو ده التكامل العربي. يعني شفنا المشاهد رائعة في جمال الأردن كانت موجودة في مسلسل مصري عربي، فأعتقد ده برضو كانت حالة حلوة جدا. إن شاء الله بتشوفوا المواقع السياحية والأثرية بالأردن، ونحن نتحدث ضمن مشروعنا الثقافي عن السياحة الثقافية وثقافة السياحة. أكيد. فالأردن أبدا موقع تصوير كامل. أكيد. من شماله لجنوبه وشرقه وغربه. في المونتاج وفي كل الصور الحضارية والتاريخية والثقافية. شرفتونا. شرفتونا. معاليك كل الشكر لحضورك، ويعني اسمحي لنا مرة أخرى نرحب في بيت للكل من إربد عاصمة الثقافة العربية. كنا معكم مشاهدينا في هذه الحلقة الخاصة التي تحدثنا من خلالها عن الثقافة الأردنية بشكل خاص، وأيضا أن يكون لدينا حلم عربي أن نتوحد، وأيضا أن يكون لدينا مشروع وحلم مشترك ما بين الدول العربية من الناحية الثقافية. دمتم إن شاء الله ودام الوطن العربي بألف خير. إلى اللقاء.